السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك. سؤال الثالث أمبالو تقوليزه عند الكابوري لا. من نبيك؟ متومي وانكوني ناني. تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام. متسمى متومي وانكوني محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عبد الله. متوتو عبد الله. ابن عبد المطلب. متوتو عبد المطلب. ابن هاشم. متوتو هاشم. هاشم من قريش. هاشم متوكتوك كبيلة لقريش. قريش من العرب. نقريش متوكتوك وراب. العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبي أفضل الصلاة والسلام. نوراب ومتوكتوك كزازة نبي الله إسماعيل أبن النبي موانا نبي الله إبراهيم أماني منيزم قدوية كنا جوية بتميت محمد له من العمر 63 سنة نا أليش دنيان بتمي محمد صلى الله عليه وسلم مياكا 63 40 قبل النبوة مياكا 40 أليش قبل قومتمي 23 نبي الرسول نمياكا 23 أليش أكي ومتومي ومنيزم قلت مليزو ولد بمكة أليزالي وقت كم جيم تكوفوا مكة هاجر إلى المدينة كيشا كهاما كيند مدينة إلى ماذا يدعو نيو لنغانيا نيني يدعو إلى توحيد الله يو لنغانيا واتو كتك كمبوكيشا منيزم وترك الشرك نقواتو وشركين يدعو إلى معالي الأخلاق نيو لنغانيا كتك أخلاق إلي قبوة وينهى عن مساوي الأخلاق نيو كتازة كتك عماني بوف إلى من بعث ألي تميليزو كوناني إلى الثقلين الجن والإنس ألي تميليزو كتك فيوم بجيني نانسي حوا ويدي لم يبعث إلى العرب هاجة تميليزو كوارابو بكياك ما معنى هذا أنه بعث إلى الثقلين؟ جيه تقصد يلينا متميليزو كتك وندام ونجين أن كل من بلغته دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر يهودي نصراني مجوسي بوذي Asema hii yamaanisha kwamba yeyote ambaye anayemlingania katika majini na katika wanadamu kisha amkatae atakuwa amekufuru katika kufuru liko kubwa awe ni Mkristo awe ni Myahudi awe ni Baniani awe ni Mbudhi awe ni Majusi mwenye kuabudu moto Akmal Allah subhanahu wa ta'ala bi hadha ad-din yani la yastati an yudhif ahad ila hadha ad-din shay'an Na mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokufa alikamilisha dini na hakuna mtu weza kuleta jambo jipya katika dini. Mata nabi sallallahu alayhi wa sallam liannahu bashar yalhaqu ma yalhaqu albashar. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikufa kwa sababu yalikuwa mwanadamu na kifo humfikia kila mwanadamu. Taraka al-umma ala baydha'a naqiyya din wadih mustaqim. Na ametuacha sisi katika dini ilikuwa wazi mweupe yenye mwangaza. Ili nyoka isiyokuwa na njia kombo kombo. Wallahu a'lam. Na Allah juu zaidi.